كتير.
لتخلص في نهاية التحقيق إلى وجود محرجة أمنية لإنشاء الأسد مسؤولة عن تسريب تلك المعلومات إلى إسرائيل وسارعت بتوجيه الاعتقال أعضاء الخلية مباشرة. تورط نقاط علوية باستهداف قادة ميليشيات إيران في سوريا يكشف عن حجم القوة بين إيران ونظام الأسد، وهو ما يراه البعض تبحرا في العلاقة بين إيران والأسد شخصيا، خصوصا بعد رفضها مساعدة نظامه في تلبية السلاح المتفاشلة إلا بمقابل تنازلات رفضها نظام الأسد بأوامر من روسيا مثيرا غضب إيران التي تسعى لتحويل سوريا إلى محافظة إيرانية. لكن المفاجأة أن حليفها المفترض ذاته يدبر عليها ويتواطأ مع عدوتها إسرائيل لإنهاء نفوذها والحد منها. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.